من ضيوفنا الكرام المتميزين أيضا الشريف الأستاذ الدكتور إدريس الكتاني، عالم الاجتماع المبرز والمفكر العربي المسلم الكبير المهتم بقضايا العالم العربي والعالم الإسلامي عموما، مؤسس ورئيس نادي الفكر الإسلامي بالمغرب منذ أكثر من 30 عاما، أستاذ العلوم الاجتماعية والحضارة الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط. أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي إدريس في عرس تدشيني راديو عرس الحرف. نشكركم أولا على قبولكم لدعوتنا، ونقترح عليكم أن يكون صوتكم من الأصوات التي يفخر راديو عرس الحرف بإيصالها عبر الأثير إلى مسامع متابعي برامجه من الأطفال خاصة والكبار عامة، في برنامج بعنوان عندما كنت طفلا كيف أصبحت عالما. ونود اليوم سيدي العالم الجليل أن تشرفونا بإلقاء كلمتكم في هذا الحفل، تفضلوا سيدي إدريس. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قضية عرس الحرف هو فكرة رائعة رائعة، لأن الحرف هو النقطة البداية في الحضارة الإنسانية عامة، ولأول مرة حقيقة هذا العنوان ينبهني إلى هذه المعجزة الإلهية المتعلقة بالحرف، حرف الكتابة، حرف القراءة. يعني هذا الحرف هو نقطة الانطلاق في الحضارة الإنسانية العالمية، عندما يقول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، ماذا اقرأ؟ اقرأ، الله تعالى يطالب الإنسان البشرية أن يقرأ. ماذا يقرأ؟ يتعلم. كيف يتعلم؟ بالكتابة. ما هي الكتابة؟ هي حروف، حروف تعبر عن كلمات، كلمات تعبر عن معاني اللغة. من هنا تنطلق العلاقة البشرية وعلاقة الإنسان بالإنسان، علاقة الفكر بالعالم، بالكون، بالخالق الإلهي العظيم، بهذا الكون وما يحتويه من أسرار ومن عجائب الدهر. هذا الكون كله هو معجزة كونية، معجزة إلهية. هي يتساءل الإنسان، وطالما يتساءل ولم ينتهي إلى جواب صحيح، ماذا هذا الكون؟ ما لماذا نحن هنا؟ لماذا نعيش؟ لماذا نقرأ؟ هذه القراءة هي المفتاح اللغز السري الذي يجعل الطفل منذ نشأته يتفتح ويرى ويشاهد هذا العالم. هؤلاء الأم، هذه أمي، هذا أبي، هذا إخوتي، ماذا نحن هنا؟ لماذا نلعب؟ لماذا نركض ونجري ونفرح ونبكي؟ هذه العوالم عند الطفل في نشأته الأولى تجعله يضحك ويبكي ويبتسم ويحب ويكره، ويعني كل هذه الأسرار من أين بدأها الإنسان وكيف انتهى معها. ولكن الطفولة شيء عجيب، شيء معجز، شيء إلهي. هذه الطفولة البريئة
اللطيفة التي نجد فيها الحنان ونجد فيها المرح ونجد فيها كل ما يسرنا كبشر. فنحن في الحقيقة في البيت الذي لا يوجد فيه أطفال يكون صامتا ميتا، ولكن البيت الذي يملأه الأطفال بضجيجهم ولعبهم، وهذا البيت هو البيت السعيد. لهذا عرس، عندما نسمي هذا عرس الحرف، هذا عنوان حقيقة بالنسبة إلي ليس عرسا فقط، إنه مهرجان بشري طفولي، مهرجان الحياة المتحركة المليئة بالأزهار بالأغاني بهذه كل ما لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه بالحرف الواحد، إنها الحياة المعجزة التي خلقها الله تعالى للإنسان، هذا الإنسان الذي لا يدرك ما أنعم الله عليه في هذه الحياة من النعم، من الإشراقات، من الفواكه، من الخضار، من الزهور، من الطيور، من كل ما يتمتع به الإنسان في حياته ولا يقدره قدره. شكرا سيدي العالم الجديد، في الحقيقة لقد شوقتنا إلى الاستماع إلى الحلقات التي سوف تسرفنا بتقديمها عبر الأثير على أمواج إذاعة راديو عرس الحرف في برنامجك الخاص المميز بعنوان عندما كنت طفلا كيف صرت عالما. أنت الآن دخلت ميدان الطفولة من أبوابه الواسعة بهذه الكلمة البليغة الرائعة. شكرا لك على الاستجابة للدعوة، وإلى اللقاء إن شاء الله معك في برامجك أو في برنامجك الخاص.